حبيب اخوك، بعد ما استوينا من التوقف الدولي جاي لك النهارده نكلمك عن النصايح اللذيذه للجوله ال 12. ومش بس كده، احنا هنكلمك في كلام مهم جدا عن ال 20 فريق. بس قبل اي حاجه، مساءكم لذيذ، اهلا بيكم معانا في برنامج كره في اللذيذ. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان تصلك جدا اول باول. انزل اخبط اللايك بسرعه وعمل كومنت يشجعنا. انا ابو ادهم وانا سيمبوس، ويلا بينا نبدا. عم سيمبوس، قبل ما نبدا بترتيب الفرق والكلام ده، عايز اتكلم عن نصايح عامه. اولا، في توقف دولي، يعني في ايه؟ اصابات. طبيعي ان انت تحاول تحتفظ بالتغيير لحد اخر ثانيه. تمام، دي نقطه مهمه. النقطه الجايه ان ما ترفعش سقف التوقعات ما بعد التوقف الدولي. بتحصل حاجات غريبه، تلاقي فرقه كانت حلوه بقت وحشه، تلاقي لعيبه بقت حلوه. تمام، فانت ركز في النقط دي وخلي بالك ان في 13 جوله ورا بعض، فكل ما تحتفظ بالتبديل هتعرف تنقذ نفسك من الاصابات والمفاجات والروتيشن اللي هيحصل كتير. يلا بينا عم سيمبوس نخش في اول فريق. من اول فريق عم سيمبوس؟ طبعا حبيب القلب من جوه الارسنال. طيب، انا نصيحتي العامه للارسنال عموما، يعني ان الارسنال بالعقل مطالب ان هو يقدم حاجه، لان الراجل كان بينافس، او الفريق ده كان بينافس بقاله سنتين على بطوله الدوري، فالمفروض ان هو السنه دي على الاقل خالص ينافس لحد اخر ايه لحظه، وهو اتعصب لحد دلوقتي، فهو هيحاول بكل الطرق ان هو يعمل حاجه في اللي جاي، وخصوصا ان الجدول كويس. طيب، نصيحتي الاولى ان انا ممكن اراهن على الدفاع. الران نوتنجهام فورست، ويست هام يونايتد اواي، مانشستر هوم، فولهام اواي، ايفرتون هوم، وكمل بقى ران. انا شايف ان هو كويس. اسهل دفاعيا للارسنال من هجوميا. يعني لان الارسنال عموما مش زي السنه اللي فاتت ولا قبلها وبينزل يكسب بالاربعه والثلاثه والجو ده، لا، لحد دلوقتي لا. لكن دفاعهم برغم ان هم لبسوا كتير ومفيش كلين شيت، الا ان ارقامهم الدفاعيه بتقول ان هم حلوين، لكن ما جابوش كلين شيت الا في اول الايه الموسم. فانا عن نفسي، انا يعني ممكن نجس النبض لو معايا حد من دفاع الارسنال انا خليه معايا مدافع واحد، او لو معيش، فانا شايف ان افضل اختيار من وجهة نظري هو تيمبر، نظرا لسعره بخمسة ونص ضامن مكانه، لان في تقارير بتقول كمان انه بين وايت ممكن يستمر غيابه لثلاث شهور، انت متخيل؟ فما فيش بديل كده عن تيمبر. تيمبر بيلعب باك يمين وباك شمال، ويقدر يلعب كمان قلب دفاع، فالراجل كده كده يعتبر ضامن مكانه بخمسة ونص، خطفه حلوه، وهجومي، هجومي من حته الاسيستات شويه، يعني مش زي جبريل ممكن يخطف هيد. وعلى فكره لو جيت تبص للارقام السنين اللي فاتت، جبريل عم سيمبوس مش من النوع اللي ايه بيخطف الهيد كل ماتش، يعني ممكن السيزون كله يكون هما الاثنين اللي جابهم دول خلاص، يعني هو خلاص كده خلصت على كده. لكن لما يبقى عندي مدافع زي بين وايت السنه اللي فاتت، اللي هو بيطلع يتقدم يعمل اسيست، بيزيد اصلا كتير في طريقه اللعب، وكده كده تيمبر اصلا هيجيب نقط هجوميه اكتر من جبريل المفروض، لو فضل يلعب اساسي ده المفروض. طيب، انا بالنسبه لي معايا راي احتفظ بيه ولا لا؟ انا أيوة شايف ان هو ده الوقت المناسب. شفت برونو كده في اليونايتد اللي ما كانش في الاول موفق، انا شايف ان راي وقته جاي في الران اللي جايه دي، وهيبقى احسن حارس، بس مازال في وجهه نظري غالي. طيب، نعمل ايه؟ تشتريه، خليه معايا. بس نعمل ايه في هجوم الارسنال؟ انا شايف انك تكتفي بساكا، ده وجهه نظري، ولكن اللي معاه هافرز ممكن يكمل معاه، على امل ان وجود اوديجارد بيحسن من ادوار هافرز، بيخليه اصلا مهاجم. وشايف ان ساكا نفسه اللي معاك او اللي انت المفروض تجيبه، بس هو مش اولويه، يعني حد زي بالمر شايف ان هو هيتحسن برضه بوجود واحد زي اوديجارد، فاحنا مكملين. طب العلامه الصفراء، هافرز هيتحسن في وجود اوديجارد؟ ما ده اللي انا بتكلم عليه. هافرز لو معايا انا هسيبه، بس انا مش هروح اراهن عليه، لان خانه الثلاثه اللي في المهاجمين في اختيارات احسن وارخص. الفكره ان انا مش هروح اشتريه يا جماعه، لان في مهاجمين لقطه بفلوس قليله جدا، وتعمل بقى تستثمر في نص الملعب عندك، في نص الملعب. فاذا انا شايف احسن اختيار برغم انه اغلى ساكا، لان اختيارات نص الملعب قليله اصلا. لو انت هتجيب ساكا، وما زالت ساكا مش اولويه على صلاح ولا اولويه على بالمر، طب انت عايز حته ديفرنشاليه او مش عارف تجيب ساكا، شايف ان اوديجارد بص بالارقام بالنظر باهميته للفرقه، الراجل زي ده هم عارفين قيمته هو لما غاب. انا ما اعتقدش ان اوديجارد هيقعد دكه، يعني ومن الناس اللي انت ضامن وقتها قوي في الملعب، يعني هو طول عمر ساكا يطلع قبل اوديجارد من الملعب. فميزه اوديجارد ال 90 دقيقه ميزته ان هو يمكن لو واحد زي ساكا طلع من الملعب هو يشوط ضربات الجزاء، ده وارد جدا، ده غير ان هو ماسك كور ثابته وبيشوط من بعيد، له اسلحه كتير في انه يجيب نقط. فواحد زي اوديجارد لو جبته هاته وسيبه، وده الايه الاختصار على الارسنال. تمام، في اي تعديل في الارسنال؟ لا، بالنسبه للارسنال لا كده تمام قوي. بس انا بالنسبه لي لو انا اخترت تيمبر ولا جبريل، انا اروح مع جبريل بصراحه.
تمام. اروح في السيف سايد. انا بتكلم على حد لسه يعني بيشتري وعايز يوفر شويه. الناس دلوقتي ايه ماشيه بالسيف سايد سموس، يقول لك ايه وانا ليه يا عم اجيب ده؟ انا مش مطمن برده الحوار تاني برده مش عارف ليه. لا لا خد مني والله العظيم هو اختيار كويس. هو مشكلته ان هو يمكن مثلا اصابته تتجدد بتاع بس الاصابات دي عند الله انت ما تعرفش. عايز اقول لك الناس كلها دلوقتي فلسفتها يقول لك ايه انا جبت مدافعين غاليين استفدت ايه يعني؟ ما هو فعلا الناس بتناقشك في النقطه دي تقول لك لا يا عم انا علي في الهجوم وعلي في خط النص. فانت لو انت عايز توفر 6 من 10 دول مش شويه، انت ممكن تروح لتمبر وما زالت جابرييل ملكيته اعلى وممكن ياذيك لو عمل حاجه. بتكلم في كده بالظبط يعني انت لو بتدور على الامان. ماشي نخش على استون فيلا يا جماعه. وما نخش على استون فيلا لازم نبقى عارفين ان في حاجه اسمها دوري ابطال. تمام ده يعني الف ب بالنسبه لاستون فيلا. والفريق زي السنه اللي فاتت لما كان بيلعب في الدوري الاوروبي احنا كنا شايفين الراكبان عليهم ازاي وايه اللي حصل لهم واللعيبه عملت ازاي وفضل يعمل روتيشن. فانت ايه رايك في حد زي واتكنز؟ هل نكمل بيه ولا نشتريه ولا؟ مشكلتي مع واتكنز نقطتين. النقطه الاولى عدد دقايقه لان في حد اسمه دوران بياخد منه وقت. فحته برضه ان انا ابقى جايب مهاجم بالسعر ده، ما دي النقطه الثانيه ان سعره غالي وفي الاخر يطلع لي في الدقيقه 70 وكمان ما يعملش حاجه مثلا ينزل دوران هو اللي يجيب النقط، دي حاجه بقى اظن هتضايقني. ولكن انا متاكد ان واتكنز في الرن الجاي هيجيب هو كده كده هيجيب. فهو لو معايا مش عايز اهاجمه قوي هو كده كده هيجيب. انا لو معايا انا هسيبه، لكن انا لو هروح لاختيار انا هروح لروجرز اللي نوعا ما كفر. ولو ان ارقامه مش احسن حاجه، انت لو شفت عدد لمساته جوه البوكس قليله جدا بس الراجل ساعات بتخدمه ساعات بيقرب ساعات بيعمل اسيست بخمسه وشويه، فاهو يعني كفر من استون فيلا. ولكن انا شايف الاختيار الاوقع والاحسن حاليا لو انت عايز تفكر لوكا دينيا اللي عمل مباراه مع فرنسا يا جدعان امبارح، جايب جون ضربه حره مباشره واعتقد عمل اسيست او اتنين. راجل عمل ماتش خرافي بادئ ال 11 ماتش. احنا كان مشكلتنا في عدد دقايقه واصاباته، لا اتصاب ولا قعد دكه انه هيبدل مع ماتسن. بالظبط الراجل مش مقتنع بماتسن الا الان، بيلعب بلوكا دين والراجل عامل فورمه عمره مع اوناي امري مهم جدا جدا له. فانا شايف حتى لو قعد دكه وانت مامن دكتك فشايف ان الراجل ده ريتيرن هجومي ممكن يكافئك بدبل ديجيت، ضربات ثابته بيشوط ضربات حره مباشره بيرفع بص كور بلسم باربعه وسبعه، شايفه الاختيار الامثل لو انت عايز تخلص من روك لويز. وكمان لخمس ماتشات الجايين تقريبا اصعب ماتش هو تشيلسي اللي بعد الجاي، غير كده في ماتشات حلوه قوي في ساوثهامبتون الران تحفه في برنتفورد في كريستال بالاس. فبصراحه لعيبه استون فيلا التارجت يا جماعه. يعني انا لو بتخيرني بين كونسا وبين لوكا دنيا انا رايح وش مع لوكا دنيا. يعني راجل له مردود هجومي اصلا بالظبط كفايه ركنيات. بالمناسبه حارس المرمى استون فيلا شايفه اختيار كويس مش وحش، ولكنه في وجهه نظري غالي شويه بس ممكن في الران ده يكافئك جدا. لان خلي بالك هما يلعبوا هو ران تريكي شويه يعني خمس ماتشات هو يعني لحد ما حلو وبعد كده هيبقى صعب. ايوه بس انت بتتكلم ان انت ممكن في كريستال باس ده تجيب كلين شيت، ممكن تجيب في برينتفورد ممكن لانك هوم، ممكن تجيب في ساوثهامبتون لانك هوم. المشكله الميزه الفريق اتحسن دفاعيا كمان. الميزه بس اللي عايز اقولها ان في الاربع جولات الجايه استون فيلا عندها 3 ماتشات منهم على ارضها، واستون فيلا على ارضها مرعبه. فده اللي يخليك يعني لو معايا روجرز انا وش انا مش هبيعه ولا اجيب سيمينو اي احد، انا هحتفظ بيه الا لو معايا واتكنز. تمام نخش بعد كده على بورنموث. نخش على بورنموث. بورنموث حاليا فرقه مش هتتعامل معاها شبه السنين اللي فاتت، دي الخلاصه. الفرقه مع راوله ممتعه جدا للعين وممتعه جدا رقميا. هجوم اتحسن كاسح بيشوط كتير وبيعمل اداء وما بيخافش من اي حد. المفاجاه ان الدفاع اتحسن بالظبط. انا عايز اقول لك ان حتى كيركس اللي هكلمك عليه حالا اليونايتد ليفربول بيفكروا فيه يجيبوه في يناير. المدافع عنده 21 سنه وانا عايز اقول لك احنا عارفينه من السنه اللي فاتت ويمكن من اللي قبلها. فالراجل ده واضح ان هو ماسك فورمه من زمان وبدا يتحسن وينضج. الراجل جامد جدا في اختيار تقريبا 4 ما بيخافش بالظبط بيطلع ويتقدم. تمام في اختيارات تانية بس مش احسن حاجه شبه كيركس لو انت هتفكر في الدفاع. اما بالنسبه لي سينسي مثلا سينسي بس غالي سينسي بخمسة غالي. تمام طبعا حراسه المرمى هم ما زالوا مش مستقرين على الحارس الرئيسي سواء كيبا او ده كان تصريح قاله في الجوله اللي فاتت المدرب، فما زلنا ما اعرفش مين حارس المرمى. ولكن اكلمك عن الهجوم. في الهجوم هو في اختيارين واضحين على حسب الخانه اللي عندك على حسب ما انت هتجيب. سيمينيو في خط النص اختيار فتاك ولكن فاضل له انذار ويتوقف. وايفانيلسون طبعا. تمام وايفانيلسون. انا لو انا بختار انا عن نفسي انا هختار ايفانيلسون. لقربه من المرمى
انا عايز اقول لك سيمينيو عم سيمبو ممكن يكافئك في ماتش من كتر ما هو بيشوط يجيب تظبط معاه يجيب جونين. لكن ايفانسون الراجل ما بيحتاجش كل الهمبقه دي عشان يعرف يعمل حاجه. وكلايفت اعتقد ان هو مصاب، فالراجل ده احتمال كبير يكون هو ماسك ضربات الجزاء يعني، بس خليك احط النقطه دي في بالك. فايفانسون اختيار كويس قريب من الجون ب 5.9 سعر مناسب وديفرنشال قوي. والران بتاعه بقى برايتون الران حلو قوي، ولفرهامبتون، توتنهام طبعا توتنهام هوم كمان، خلي بالك كل الكبار راحوا هناك عانوا في ملعب بورنموث، ابسويتش، ويست هام، مانشستر يونايتد، كريستال بالاس، فولهام، ايفرتون. انا عايز اقول لك ران فظيع، المفروض يكون عندنا كلنا على الاقل واحد من الاثنين، يا سيمينيو يا ايفانسون في الران الجاي. ولكن المشكله ان في اختيارات نقط اعلى من ايفانسون، هو انا اعتقد الناس هتروح لسيمينيو لان خانت برضو الهجوم ما زالت فيها ناس جامده قوي. بس انا بقولها لك اهو من دلوقتي وافتكر كلامي، ايفانسون بعد الجولات دي هيبقى من اكتر الناس اللي جايبه نقط عن ناس ثانيه احنا مفكرينها. يعني انا لو دلوقتي بكلمك في راؤول خيمينيز ولا ايفانسون، انا على نفسي معايا راؤول، انا من الناس اللي بفكر ان انا اعمل يعني هنقل من راؤول في لايفانسون في جوله من الجولات، لان الفرقه هجوميا احسن. هي فولهام يعني منظمه، لكن كم الهجوم المرعب ده في نفسه ده ممكن يطلع بهاتريك على فكره في ماتش من الماتشات. نخش على برينتفورد يا عم سيمبوس، نخش على برينتفورد. برينتفورد نصيحتي ان الجولات الجايه عندك جولتين حلوين بعد كده ما تقبلش منهم بعد كده الران هيبقى ضلمه. طيب انت لو بتجيب حاليا في وجهه نظري، في وجهه نظري في الجولتين دول انت قدامك اوبشنين، يا هروح مع الملكيه عشان انا خايف، يا هروح مع اللي منور او قريب من الجون اكتر واللي حاسم على المرمى في ماتشين زي ايفرتون وليستر واتوكل على الله معاه. في وجهه نظري ماتش ايفرتون ده الناس انت شايفه اخضر، ماتش مش سهل نهائي، ومش هستغرب لو برينتفورد بره ارضها يعني يوم ما تتمعظم تجيب 1-0، لان نظرا لطريقه لعب ايفرتون بدات تتحسن برضه دفاعيا يعني. يا جماعه يعني واحد زي برينس ويل ده كان فارق مع الفرقه بالظبط لما رجع. انت يا عم سيمبوس شفت برضه من برينتفورد في ماتش ماتشات قدام فولهام اللي هم فكره ان حطوا الجون وناموا عليه، فلو عملوا كده مع ايفرتون على حسب الماتش هيمشي ازاي. بالظبط، بس انا عارف برضه ان برينتفورد بتحط جوال كتير، بس بره ارضها مش بنفس القوه. فانا شايف ماتش ايفرتون ده مش المغري قوي، المغري قوي بقى الماتش اللي هو ليستر، وده مشكله الواحد زيي معهوش حد يكسبوا 5-6 مثلا. ممكن جدا ان فعلا يقدروا يكسبوا سكور مع دفاع وحش جدا في ليستر. بعد كده بقى الدنيا هتبقى ضلمه، استون فيلا، نيوكاسل، تشيلسي، نوتنجهام فورست، برايتون اوي، ارسنال هوم. انا شايف ان كفايه واحد عايز تمشي مع بيومو لونج تيرم عشان مع ضربات الجزاء تمام، عايز تبدا تنقل لناس والله هو ده الوقت المناسب انك تبقى عندك الشجاعه انك تروح تبيع موبيومو بعد الجولتين وتروح لحد عنده جدول احلى وتاخد الفلوس دي، مثلا رحت مثلا لسيمينيو وتاخد الفلوس دي تطور بيها حد تاني في مكان تاني، لان ده الاوقع بصراحه، لان الماتشات هتبقى ضلمه قوي يا عم سيمبوس. مش احسن حاجه وفليكن هيشيل طين، ده مبدئيا يعني. انا دفاع برينتفورد انا ما اروحلوش خالص في الوقت اللي جاي ده. عم سيمبوس انت متفق معايا ولا لا؟ لا، فليكن هو كده كده بيشيل تيم من زمان. بالظبط، بس هيشيل تيم بيجيب تصديات بس يا باشا. الفكره ان هو هيشيل قبح في اللي جاي يعني استون فيلا، في نيوكاسل، في تشيلسي. أيوة. لا الموضوع هيبقى صعب عليه قوي. نخش على برايتون، نخش على برايتون. برايتون حديث الساعه، لازم تكون عارف كده. فرقه يا جماعه هيردنر عامل شغل عليه قوي من اول من بدايه السيزون، ده حقيقه جمالية. مع ران خرافي، انا شايف ران خرافي، فرقه هجوميه اختياراتها كتير قوي. بس انا ممكن لو هلخص ست اختيارات ايوه، ما هم ست لا فعلا لازم اقولهم. فيربروخن واحد من احسن الحراس اللي عنده ران في الفتره الجايه وبيعرف يتصدى. استوبينيان ديفرنشال ماسك مكانه، كاديجلو اتصاب تمام، فالراجل غالبا هيلعب موجود تمام. ادي كده بالنسبه للدفاع. ودانك طبعا لو فت فهو اكتر واحد ضامن 90 دقيقه. 4-4 يا جماعه جامد جدا. ده بالنسبه للدفاع. بالنسبه للهجوم الخص لك ثلاثه، روتر طبعا هبعد عن ميتوما نظرا ان هو اغلاهم ومش فانتازيا السنه دي قوي لحد الان، انا ما اعرفش اللي جاي ايه، بس هو ضامن مكانه لو انت عايز تروح لحد مضمون 100%. بس اروح مع جورجينيو روتر 5.5 اظن اختيار حلو جدا، الراجل كان بيلعب، الراجل لحد دلوقتي اساسي، ما شفناش اي حاجه ثانيه مختلفه. ويلبيك المهاجم الرهيب اللي غيل على فكره النهارده الفجر بقى بستة تمام. وعندك بعد كده جواو بيدرو. جواو بيدرو احسن في رايي قيمه مقابل سعر المفروض في اللعبه. الست اختيارات دول عايز اختار منهم حد اختار منهم. شايف ان جواو بيدرو مع الوقت هيبقى اولويه،
اكتر حد ماسك فورمه ويلبك عشان نبقى متفقين، اعتقد انه معاه ضربات الجزاء في عدم وجود جواو بيدرو. بيمتاز كمان بنشوط ضربات حره مباشره بطريقه ولا اروع، حتى لو بتضيع بتيجي جنب العارضه مسيره هيجيب حاجه معبوره في ماتش، هاتريك، جونين واسيست، الراجل يعرف يعملها. روتر في الرخيص، عايز حد في الرخيص مش عارف تجيب 5.5 شبه مثلا روجرز، عايز تروح لروجرز، عايز تروح لسيمينيو، من الاختيارات الحلوه. بس لو انا هروح مثلا لحد من ويلبك وجواو بيدرو، وانا من وجهه نظر جواو بيدرو اكتر استوبنيان، انا حاسس ان استوبنيان يا جماعه هينور الفتره الجايه، اللي هو بتاع زمان بقى اللي ما كانش اختيار كويس جدا. اختيار كويس جدا، واللي عايز يخلص من حارس او بيعمل وايلد كارد في البروخن يا جدعان من احسن الاختيارات اللي ممكن تجيبها في الران الجاي. على فورمه الفريق، انت بتشتري من فريق متالق فما تقلقش من حاجه. مع ملاحظه ان هم في الاربع الجولات الجايين هيلعبوا بورنموث اوي، ده ماتش مش سهل، بعد كده ساوثهامبتون هوم ماتش سهل جدا، بعد كده فولهام اوي، بعد كده ليستر اوي، ده ماتش سهل. فانا عايز اقول لك عندهم فرقتين صاعدين في الاربع جولات الجايين، فلازم يكون معاك حد منهم من وجهه نظري، والله اعلم دي كلها وجهات نظر احنا بنطرحها. نخش على تشيلسي، فرقه من الفرق اللي عندها ران كويس، ترشح لنا مين يا عم سمبوس؟ هو لو هنتكلم في الاختيارات فمش محتاجه، هو بالمر وجاكسون الاثنين الاختيارين واضحين. مش هرشح لك بنيسو دلوقتي عشان عارفين معاه اربع انذارات، كان بيلعب مع المنتخب لسه مش عارفين مكانه، يعني بقاله تلات ماتشات بيلعب 90 دقيقة بس مش عارفين هل هيكمل على كده ولا لأ. ففي رأيي بالمر وجاكسون وسانشيز حراسة المرمى، لو أنت إيه بتراهن على الرن السهل، لأن هم عندهم طبعا الرن الجاي ولا أروع يا جماعة، ماتشات سهلة لسه ما قابلوش ولا فريق صاعد. فمن وجهة نظري اختيارات تشيلسي سانشيز جاكسون بالمر، غير كده ابعد. ممكن تفكر في مالو جوستو، انا شايف ان هو اختيار كويس جدا، بس انا ما اعرفش اصاباته عامله ازاي، ما اعرفش مين اساسي بس لا هو اساسي بس هو انا شايفه برضو ريسك، ما نعرفش دفاع تشيلسي هيعمل ايه. بس خلي بالك الثلاث جولات الجايين ليستر اوي، استون فيلا هوم، ساوثهامبتون اوي، في الثلاث جولات الجايين في فرقتين صاعدين، فممكن بالمر جدا يخربها لو مش معاك ده، ممكن المدافع يجيب دبل ديجيتس بالظبط وممكن يجيب كلين شيت. خلي بالك من النقطه دي، كله هيعمل حاجه ليه مش عارف. ما انت عايز الناس اساسيين كل وفانا دول المضمونين 200% ان هم بيلعبوا، هم والحارس مهما سانشيز لحد دلوقتي. طيب كريستال بالاس، عايز اقول لك بس معلومه، انت عايز تدبل من هجوم تشيلسي، ده شيء منطقي جدا انا مش هلومك عليه، ان انت بقى معاك بالمر وحد بالمر كمان وجاكسون. بس جاكسون اوقع حد. تمام، نخش على كريستال بالاس، انا في رايي ابعد، انا ما اروحش، مش هتكلم عن كريستال بالاس خالص، مستوى متذبذب احسن حاجه، وكمان نجوم الفرقه مصابين. ايفرتون نفس الكلام، ابعد. ولو انا لو معايا مدافع من ايفرتون انا هحتفظ بيه، بس لو معاك كين ما تحتفظش بيه، لان ده مش هيلعب تاني يا جماعه خلاص، وهحتفظ بيه لحد الجوله ال 15. بعدها الران، فاكر الران السهل اللي هو الران السهل بقى خلاص شكرا. انا عايز اقول لك في ناس في الكومنتات ما زال معاها كالفرت لوين، انت مستني ايه؟ انا مش عارف انت مستني ايه، دليل واماره انا مش عارف. انا لو هبيعه بالسالب يا جدعان، الراجل ما بيجيبش فعلا اي حاجه خالص، اللي عنده امل ان هو ممكن يعمل قدام برينتفورد ممكن على فكره يعمل، بس هل انت ضامن يعمل قدام اليونايتد؟ ما هي الفكره بقى انت هتفضل محتفظ بيه لحد امتى؟ الفكره ان في مهاجمين احسن يعني بالظبط، يعني وهو رخص جواو بيدرو ولا كالفت، ورخص رخص اعتقد ثلاث مرات في حرام. نخش بعد كده على نتكلم برضو على ماكنيل عشان هو مع ناس كتير. تمام، بالنسبه لايفرتون انا ابدا انقل من ماكنيل لحد تاني زي سيمينيو او روجرز او اي حد تاني، أنا شايف او روتر يا جماعه، فريق كده غلس ما بيخلقش فرص، ما بيجيبش اهداف كتير، فاهم؟ فهات حد بينفجر احسن، هات سيمينيو، هات روجرز بالظبط، ماشي. نخش او سميث رو، لسه اللي كنت اقول لك من الاختيارات برضو الجامده جدا، انا خلينا على فولهام. فولهام بص الران الجاي ران صعب، بمعنى ايه؟ عنده ولفرهامبتون هوم، ده ران كويس جدا، اللي معاه راؤول خيمينيز احتفظ بيه جدا في الجوله دي، لو معاك سميث رو احتفظ بيه جدا في الجوله دي. وبعدين توتنهام اوي، الماتش مش اصعب حاجه بس الماتش ده بيبقى رخم، فولهام بره ارضها اللي هي تحاول برضو ايه تجيب الجون وتدافع والجو ده، شايف فيه مهرجان. بعد كده برايتون هوم، برايتون ده مش اخضر خالص، بس هوم يمكن هيكسبوا بس برضو مش سكور. بعد كده بقى يبدا الدنيا، بعدين ارسنال، بعدين ليفربول، ارسنال، ليفربول، ساوثهامبتون، بعد كده تشيلسي. فانا شايف ان المفروض بس الفريق جامد، الفريق بيكسب عادي. ما هو انت بقى دلوقتي هتحسبها حسبه ايه؟ والله انا انتقالي إيه، اعرف اطلع بانتقال بعد برايتون مثلا او بعد ولفرهامبتون الجاي ده وابدا خلاص هنقل، زي مثلا ما بقول لك روح لايفانيلسو مثلا راؤول خيمينيز، انت 100% وانت ماشي صح. اروح مثلا للارسن، اروح لكونيا لو اعرف اطلع له، ايا كان المهاجم، ويلبك، جواو بيدرو.
فانا متفق معاك تماما. عايز تحتفظ بالمهاجم اللي عندك كحد رخيص غلى معاك انت مقتنع بيه، والله فرقه فولهام فرقه محترمه ممكن تحط جوان في اي حد، بس مش هتستني الانفجار، مش هتستني مثلا ان هي على ارضها قدام الارسنال مثلا راؤول خميس يجيب لك دبل ديجيت، مش هتستنى مثلا بس مش المنطقي يعني. انا لا انا مش هبقى عندي مثلا كونيا بيلعب ساوثهامبتون وانا مستني مثلا راؤول خميس قدام الارسنال، ما احنا بنتكلم بالعقل. بس الفكره ان فيها اختيارات كتير حلوه ابو ادهم، يعني فيها راؤول خميس، فيها سميثرو، فيها اليكس ايوبي اللي كان احصائياته جامده جدا، فيها روبنسون، فيها روبنسون، فيها اندرسن على فكره مدافع جامد جدا وكان ليه مردود هجومي لما كان في كريستال بالاس. بس انا هسالك سؤال، يعني انت مثلا لو معاك اندرسن ومعاك اختيار تاني قدام في ليفر، لو معايا اندرسن ماشي، انت معاك مثلا انت معاك اندرسن مثلا تمام، انت جيت قدام ليفربول اوي، انت هتلعب اندرسن ولا لو معاك حد من على الدكه ايه تنوري مثلا هتنزله؟ لا لا، انا لو معايا اندرسن زي ما قلت لكم يا جماعه في الفيديو اللي فات او اللي قبله مش فاكر، لا معاك اندرسن ده هتلعبه قدام وولفز بس، وبعدين هتركن بقى تعمل روتيشن بالظبط، لان مفيش كلين شيت بعدها اعتقد. توتنهام، برايتون، ارسنال، ليفربول، ما اعتقدش ان في كلين شيت. انا شايف ان فولهام اخرهم معانا، اخرهم معانا خالص، ان انت تحتفظ بيهم لحد وولفرهامبتون. معاك رفاهيه الانتقالات، ابدا روح لحد اسهل. هو ممكن سميثرو بس اللي كان مقابل سعر ممكن تكمل بيه بالظبط، على امل ان هو على امل ان هو يخطف اي حاجه. طيب بعد كده اروح على ايبسويتش. مش هجيب سيره حد غير ديلاب مثلا؟ بالظبط، انا شايف ديلاب كويس. اختيار كويس جدا لان الراجل ارقامه كويسه، بس انا لحد دلوقتي مش فاهم الفرقه. بالظبط، ولا حلو يعني. انا كنت بتفرج على ماتش توتنهام وايبسويتش، انا مش فاهم حاجه يا جماعه، الفرقه بتلعب وحش جدا وكسبت. اه والله ما عملتش اللي هي الحاجه الابداعيه، بس لازم لازم مع فرقه زي دي ليها دوافع انها تفضل في الدوري وجاي لها ران سهل، انا لازم احترمها لان هم جابوا فرق صعبه. يعني ديلاب ده جاب في فرق صعبه، فشايف ان ديلاب ده مش هقول لك روح اشتريه، بس لو معايا ما بعوش. انا بصراحه عمري ما بيعه، جايب 6 جوان واسيست يا جدعان، ومقارنه بكالفرت مثلا جامد، ولا وبسعره 5.6 تقريبا. وعندك ليف ديفيز ارقامه الهجوميه مش ممكن، الواد فشيخ. فلما تيجي فرانز زي ده، يعني مثلا ماتش زي ايه كريستال بالاس ده، بورنموث، وولفرهامبتون، الفرق اللي الفرق اللي بتفتح الملعب دي، لا في جوان. انا عايز اقول لك مانشستر يونايتد نفسها ممكن على فكره تلبس جون عادي جدا من ديلاب، مفيش اي مشكله. ولسه هنشوف. بس عموما معاك احتفظ، تروح تجيب ممكن بعد ماتش اليونايتد او نوتنجهام، في رايي ان نوتنجهام قوي ده ماتش كالح، لا غالبا المهاجم هيجيب ولا المدافع هيعمل حاجه. من اول كريستال بس انا ممكن ابدا اروح لهم عادي جدا، اجيب ليف ديفيز او اروح اجيب ديلاب. انا بصراحه ما اروح لهمش خالص من وجهه نظري. ماشي تمام، نروح بعد كده على ليستر. نكمل شكرا، بلاش عجوه تمام. نخش بعد كده على ليفربول. بص يا جماعه، ليفربول الملخص الفرقه كانت الران بتاعها سهل، بعد كده بقى ران اهي، بعد كده اللي جاي ده ران صعب. اهم حاجه بس اول نصيحه قبل اي حاجه، صلاح اساسي، صلاح لازم تشتري. انا لسه كنت هقول كده، عايز اقول لك بعد ماتش الساوز ده ريال مدريد، عشان بس يكون الامور واضحه لك، يعني هيلعبوا تقريبا الساوز ده يوم حد باين، بعد كده الاربع ريال مدريد، بعد كده السيتي الحد، بعد كده مش عارف يعني فاهم، لا عندهم بعد كده عندهم دبح. الثلاث ماتشات الجايين دول باستثناء طبعا ساوثهامبتون، دي ماتشات صعبه وكالحه، لان اللي بعدهم اللي بالاخضر ده ايفرتون ديربي المرسيسايد، واوي في ارض ايفرتون. ماتشين بس الجار 13 ولا 14، بعد كده الماتشات الى حد ما الماتش ماشي، بس ماتش 15 ده ماتش صعب، ايفرتون هناك، ديربي المرسيسايد. أيوة بس انت غير ضامن، يعني ممكن على الاقل خالص ايفرتون تلعب على التعادل، بس ايفرتون مش فورم برضه. ما انا عارف، بس خد بالك ليفربول مرعبه دلوقتي، يعني بس تنزل تاكلهم ليه؟ لا بس ممكن يلعبوا، عارف ان هو ديربي وممكن الحماسه بقى والدفاع ومش عارف ايه. بعد كده فولهام دي فرقه محترمه، فخلي بالك برضو ايه من النقطه دي. طيب ليفربول بتتلخص في ايه؟ والله انا وجهه نظري ان صلاح فقط. بس انا عندي بقى ملحوظه يا جماعه، ان الفتره الجايه هيبقى في روتيشن كتير قوي، معرفش الروتيشن هيبقى في ايه. هل صلاح هيعمل روتيشن؟ لا انا حاسس، انا حاسس المنهال، انا حاسس صلاح ما يعملش روتيشن. لا انا حاسسها في ساوثهامبتون، انا حاسس اصلا يعني بالمنطق، انا نزلت جبت 2-0 تمام، انا خلص صلاح عندي ريال مدريد. ايوه وش انا هخاف عليه، خصوصا ان هو عنده بدائل كتير، يعني عنده ناس تقيله برضه على الدكه. بالظبط، هو ممكن يقعد لك دياز من اول الماتش، ينزل لك دياز جه على يمين ويبقى فاهم، ويكون بيلعب بجاكبو ونونس من الاول، فهي فكره برضه. لا مش عارف، حاسس بخازوق في الجوله الجايه. ما هو في اكيد في خازوق، بس اللي بخلي صلاح يريح، اتوقع صلاح هيلعب الماتش ويخرج بدري، ده توقعي الشخصي. فمش هقول لك ما تروحش تجيب صلاح ولا ما تكابتنوش، لا انت حر، بس والماتش سهل، بس يعني فكره الدقائق كلها لاخر ماتش 90 دقيقه متوقعه. ساوثهامبتون تخطف جول في الاول
تمام هيضطر يكمل بصلاح يوم صلاح بقى جاب هاتريك ما احسن سيناريو طب جون في الاول ده يبقى بقيه الكلام بقى الناس هتزعل لان المفروض الماتش زي ده كلين شيت الصراحه لما يكون معيش مدافعين انا معايا كوناتي مثلا وشايف ان هو الاختيار الاوقع وعايز اقول لك انت ممكن تحتفظ بيه لكن انا اكيد لو معايا ارنولد مش مكمل بيه حتى لو هيلعب عشان الاصابه وكمان غالي والماتشات صعبه لو الاصابه طولت زي ما قلنا يا جماعه لما تركوا في اللايف ممكن نخطف برادلي والله برادلي باربعه وسبعه ده من عالم انا عايز اقول لك لو ارنولد فعلا هيخلص مع ريال مدريد قريب انا اعتقد المدرب هيبدا مع الوقت يطلعه من حساباته لان مش هيعتمد على اللعيب مش مكمل معاه فاعتقد ان هيبدا يقلله صرفه ومش هيديله كل الصلاحيات اللي كان بياخدها قبل كده ده لو اللي مسك اساسي يا جماعه كان هيبقى حلو قوي فانا شايف ليفربول صلاح وصلاح اولويه لان صلاح يعرف يحط في السيتي ويعرف يحط في نيوكاسل ومش هيفرق معاه رن لكن اي حد تاني هيبقى في ريسك روتيشن وفي ريسك اصابات هيحصل مع الوقت فانا شايف هو دي الخلاصه اليسون خلي بالك احتمال يرجع فكيلهر اصبح اختيار مش كويس خلاص هو ممكن يلحق الماتش الجاي مش اكيد لسه بس غالبا متوقع اليسون هيكون جاهز فاعتقد ان خيارات كده خلاص انا عايز اقول لك لو انت عايز ترخص في المدافعين فانت ممكن مع الرن الجاي ده تشيل كوناتي بس انا عن نفسي في تشكيلتي انا مش هشيله انا مراهن على قوه دفاع ليفربول بصراحه فريق فورم في دفاعيا والله نخش على مانشستر سيتي بص يا جماعه مانشستر سيتي جوارديولا لاول مره في تاريخه يخسر اربع ماتشات ورا بعض مع السيتي او عموما في تاريخه يعمل فنكوش بقى في الفريق وفي تقارير انا قريها النهارده ان في خلافات جامده جدا بين جوارديولا واللعيبه والله انا قايل النهارده تقرير في خلافات جامده وان احتمال اصلا جوارديولا ما يكملش يعني جوارديولا اصلا المفروض احتمال يمشي والله زي ما بقول لك كده يا عم ده مصلحه ان انا اخد دوري يا عم الراجل ده موجود مش واخدين دوري بس بيقدم كره حلوه طبعا انا بعشق جوارديولا فالفكره كلها ان في حاجه غلط بدليل ايه بقى عمك ايرلينج هالاند امبارح قام رازق لك هاتريك مع عادي جدا هاتريك مع ودي ده عايز اقول لك جايب شوطه من بعيد بيمينه يا جماعه لو كان فين وانا عامل لك تربل كابتن مفيش الكلام ده يوريك بقى ان في مشكله اصلا في السيتي ولكن اتوقع ان عوده السيتي هتكون متوقف الدولي ده واتوقع انهم هيدوسوا على وش توتنهام ودي خدها مني وان هالاند هيخربها النقطه دي هيمسك اساسا من اول الماتش دي بروين على فكره انا هقول لك مش فكره والله حاجه بس انا اتوقع ان دي بروين اصل اللعيبه دي ساعات بيبقى عندها اصابات جامده لدرجه ان ما ينفعش تنزل 90 دقيقه يعني بحاله دي بروين ده لا اللي هو انا احافظ عليه بس هو بدا يدخله تدريج اهو بس ممكن ما تلاقيش 90 دقيقه برضه بس ممكن بعد كده تلاقي لا هي اكيد مش 90 يعني ممكن يخرج في الدقيقه 80 مثلا او حسب ظروف الماتش لو خسران هسيبه في الملعب كده ممكن انت فاكر السيزون اللي فات ده كان بيلعبوا في الكاس قدام لوتون 90 دقيقه بس خلي بالك هو مع الوقت ان في دوري ابطال ما بين توتنهام وليفربول ما خلي بالك ماتشين صعبين لا اعتقد ان هو برضه هيدور ده دي بروين غصب عنه عشان عنده دوري ابطال وعنده بقى كده ليفربول مش هتفرق خلي بالك حتى الماتش اللي بعده نوتنجهام فورست فرقه كالحه هيقعد يعني قدامه عشان يعرف يدخل فيها جون بس اتوقع ان السيتي هتبدا تظبط في اللي جاي واللي هيظبط لازم ان هالاند يرجع انا مؤمن ان هالاند هيخربها لا هالاند هيخربها لان شوف فورمه الراجل حلو جايب اربع تجوال مع المنتخب بيوصل جون في ثلاث تجوال طيب اختيارات تانية انا مش شايف وريكو لويس ده صداع واخلص لو تعرف تخلص روح يا عم مع حد انت ضامن ان هو بيلعب يا عم لوكا ديني ايات نوري اي بتنجان انما ريكو لويس انا بصراحه في اقرب فرصه هرميه بصراحه مش عايزه ومفيش كلين شيت حتى تمام هالاند لو انت صبرت لحد دلوقتي انا رايي تصبر برغم ان ماتشين صعبين برغم ان ماتشين صعبين زي ما بنقول وبنقول في كل فيديو يا جماعه كملت بهالاند انت صح بعته انت صح بالظبط انت صح بس انا شايف تظبط اللي يرجع لك انا شايف تظبط لان هو الرهان ايه السيتي لو ما عملتش حاجه على فكره في الثلاث ماتشات الجايين دي خلاص مش هتنافس على الدوري ده حقيقه لسه الدوري طويل بس ما ينفعش تخسر من توتنهام ما ينفعش تخسر من ليفربول اللي هو المنافس المباشر فالسيتي هتموت نفسها ماتشين جايين اكيد جوارديولا ده هيتشقلب ان هو الفرقه تكسب فول سكواد وعشان تكسب لازم هالاند يعمل فاعتقد ان هالاند من الاختيارات اللي لازم تحافظ عليها وتشوف والله لقيت من ماتش توتنهام الدنيا راحه ضلمه اعرف ان هم يخسروا ليفربول بس ما تراهنش على الدفاع لان هم كده كان عندهم ما يجيبوش كلين شيت حتى لما بيكسبوا فدي خلاص ماتش ابسوتش اللي هالاند جاب فيه هاتريك برضه كلين شيت راح ماشي نخش على اليونايتد يا ابو ادهم نخش على اليونايتد دلوقتي على فكره انا لو منك ما اشتريتش لسه من اليونايتد انا مش هروح اشتري مدرب جديد بالظبط بتشتري سمك في ميه وعايز اقول لك حاجه في ماتشين سهلين اتوقع ان الراجل هيموت نفسه يكسبهم لان بعد كده في ثلاث ماتشات صعبين ابسوتش وايفرتون بعديهم ارسنال وتنجان فورست السيتي تمام عارف ان برونو ده لونج تيرم اختيار مش احسن حاجه بالظبط لان هو عايز اقول لك حاجه الماتش اللي فات مثلا لما تيجي تبص شوطه لولبيه ممكن ما تجيش
لو عادها تاني الكوره ما كانتش داخله اصلا, خبطت في فخذ المدافع ودخلت, وبصم من بعيد اداها لجرناتشو المهاره الفرديه, فما كانش هيبقى 17 نقطه برضو يعني. الراجل بس هو بيخلق فرص برضه ابو ادهم. انا معاك, انا بس ما اعرفش ممكن المدرب الجديد ده يلعبه متاخر في الملعب. بس انا قصدي كان ممكن جرناتشو ما يشوطهاش, كان ممكن ما تجيش فخذ اللاعب, كان هيطلع بمردود وده منطقي يعني. مش شرط ان هو يجي في ماتشات صعبه ويخربها يعني, مش هتستنى منه 17 نقطه ان تحصل. حتى عايز اقول لك ان ابسوتش قوي مش شبه ليستر قوي على فكره يعني. ابسوتش فرقه ارخم من ليستر على ملعبها لانها هتهاجم. انا ما اتوقعش ان في كلين شيت في الماتش ده, ده مبدئيا اختيار من بيومه شبه برونو كده, اللي هو عندهم كام ماتش سهل وبعد كده الرن هتبقى مش احسن حاجه, بس بالزبط. الفكره الاثنين معاهم ضربات الجزاء فممكن حد فيهم يخطف عادي. لكن لا, اصل في ناس دلوقتي بتتكلم على هويلاند واروح اجيب هويلاند واجيب جراناتشو. لا, اتفرج على الفريق الاول. لا, ومزراوي ولا دالو اللي هو اللي كده كده هيبقى اساسي ماشي بالظبط. انما احنا ما نعرفش الراجل ده هيلعب بيمين في الدفاع بالظبط, مزراوي ده هيلعب فين, وما تعرفش دور برونو هيلعب جناح يمين ولا هيلعب رقم 6 متاخر لانه بقى يلعب 6, فانت ما تعرفش اي حاجه. اصل مزراوي ده ما تعرفش هيلعب جناح ولا هيلعب في الثلاثه المدافعين, انت ما تعرفش اي حاجه. بس الراجل ده يا جماعه بيلعب ب 3-4-2-1, ده المفروض يعني. انا نصيحتي ما تزودش سقف التوقعات من اليونايتد. الراجل ده مش معاه عصايه سحريه وهيجي يعدي الميله في يوم وليله. هو هيبقى في زهوه في الاول وحماسه وكل حاجه, بس ما تعرفش الحماسه دي هتضرب في وشنا ولا لا. بس انا حاسس انه هيتالق كده ابو ادم, حاسه هيتالق من الاول. ممكن لان اليونايتد كمان سوابق ويونايتد سوابقها كده, كل ما يجي مدرب فاهم. بس اتمنى ما اقعش شبه اللي في الاول. على فكره كانوا بيقولوا لنا كده تين هاج, ما هو تين هاج لما جه قال لك اكس وعامل ومسوي وهيجيب رجالته عمل عجنه عجيبه. بالظبط, وقعد رونالدو دي هو يستاهل اللي حصل له بصراحه. نخش على نيوكاسل, واحده من اكثر الفرق اللي لازم تراهن عليها في وجهه نظري. بدات ترجع بقى نيوكاسل اللي احنا نعرفها. انا عايز اقول لك ارقام هالاند يا جدعان مرعبه, شوط من جوه ال 18 اكتر شوط اتشاطت, اكتر اكس جي. مين الثاني بقى؟ ايزاك. يعني في اخر اربع جولات ايزاك تاني افضل ارقام لمهاجم بعد هالاند. عايز اقول لك كان في ناس مكابتنه الجوله اللي فاتت اصلا, ما دي حقيقه. ويست هام يونايتد فرقه دفاعها في الشلحات, ربنا يستر على عم فابيانسكي لام وقفوا الجوله الجايه. عايز تتركب بقى اي دفاع, تارجت الدفاع بتاع ويست هام ده قدام اللعيبه بتاعتك بصراحه هتاخد احلى شغل. بالظبط, دي حقيقه. عايز اقول لك ايزاك من الناس اللي غاليه بس ثمنها فيه مع ضربات الجزاء. ويلسون مفيش اخبار ولا حس ولا خبر, وحتى لو رجع ما اعتقدش انه هياخد اكتر من 5 دقايق 10 دقايق منه, لان مش هيرجع من اصابه طويله كده يركب ياخد مفيش الكلام ده دلوقتي. جوردون لسه جايب جون مع المنتخب عشان تبقى عارف, مش افضل اختيار لانه سعره غالي قريب من سعر ايزاك. ايزاك مع ضربات الجزاء بس جوردون وايزاك لما بيقف في الملعب ايزاك بيبقى خطير جدا يا جماعه. بالظبط. طيب لويس هال للامانه انا قلقان من دقايقه اختيار بالنسبه لي. لا قلقان من دقايقه يعني, كنت حاطه في الوالد كارد بس وبرغم ان احنا اتكلمنا عليه, بس الامانه لما قعدت اراجع انا بقول لك الامانه اهو, لقيت ان ممكن دقايقه تاثر. بالاضافه ان في بعض الجماهير مش معجبين بمستواه, شايفين ان هو مش احسن اختيار, مش احسن حاجه دفاعيا, بس هو بيقدم مردود هجومي. فبصراحه ما اروحش معاه للامانه, وما اروحش اصلا مع دفاع نيوكاسل حاليا. انت 4-4 و4-3 انت جايبه يبقى عندك على الدكه يلحقك في اي حاجه حصلت. فممكن تجيب اندرسن, ممكن تجيب كيركز اللي هو حد كويس بيلعب اساسي على اللونج تيرم. هل ده ممكن يقعد في اي وقت, فهتبقى ضيعت تغييره على الفاضي فاهم. انا هو بعمل وايلد كارد ومش هكمل بهالاند, انا وش هجيب ايزاك بامانه, هجيب حد عليه القيمه واعرف ارجع بيه هالاند لو قررت ارجع بيه هالاند في التغييرتين. فايزاك مهم, ولو انت تعرف تجيب ايزاك اصلا من غير وايلد كارد او اي حاجه, فشايف ان الماتشات الجايه كريستال بالاس اوي دي اللي ماتش اللي بعده ويست هام حلو, ليفربول هوم ماتش حماسي ممكن ايزاك يعمل حاجه, هو خطف برينت اصلا عادي, برينتفورد اوي دفاع في الشلحات, ليستر ابسويتش جمدان بقى بصراحه جامد. ويمكن يكون الديفرنشاليه جوردون في اللي جاي. انا ممكن اجيب ايزاك الفتره دي قبل ليستر وابسوتش. ده لازم يتجاب بصراحه. طب ما هو ممكن ساعتها ماسك فورم نخلص بقى من حد من الغاليين في نص الملعب او يكون في اصابه, فنجيب ايزاك, وايزاك يبقى اختيار كابتنه كمان. نخش على توتنهام فورست. الخلاصه يا صاحبي وبقولها لك اهو, وود معاك هتركنه دكه قدام الارسنال او هتلعبه لو انت واثق فيه مع ضربه الجزاء على فكره, وبعد كده ابسوتش ده الماتش اللي انت عايزه اللي هو هوم بعد كده. ده ماتش الهاتريك بتاع وود بقى بعد كده. الفكره يا جماعه في توتنهام فورست دي فريق ما بيخلقش فرص كتير مع مهاجم بيفنش من اقل فرصه. بالظبط. بس كده ابسوتش ده انت هتسيب وود معاك بعد كده في وجهه نظري. سلام يا عم مستر خشبه. لان عندنا السيتي, عندنا اليونايتد, عندنا استون فيلا, عندنا برينتفورد, عندنا توتنهام, ماتشات صعبه. طيب انا مش اصلا حاجه, انا في حاجه مش فاهمها يا جماعه, ليه
أينا غلى معايا النهاردة. أنا ما أناش فاهم أنت بتغلى بأمر دي، يعني الران ده الناس جايبه أينا تعمل بيه إيه؟ أرسنال أنا نفسي عايز أبيعه، هيجيب كلين شيت في أغلب الماتشات يعني. أرسنال قوي ده مش هيعمل إيه؟ ممكن إبسوتش، ولا إبسوتش موزين كده ما يجيبش مردود هجومي أصلا، ده هو الجول اللي كان جايبه كانت كده يعني، كانت حاجة فلتة. انا مش فاهم، طب يجيبوا اليكس مورينو اتفهمها، لكن يجيبوا اينا اللي راشق ورا ده جايبينه، مفيش ولا كلين شيت يا جماعه في اللي جاي. زي موريلو كده ما حط جول الجوله اللي فاتت، هل ده هيفضل يحصل؟ عادي جدا. الوحيد اللي ممكن اكمل معاه من نوتنغهام فورست في كل رن جاي هو سيلز، هيجيب لي تصديات وبعد كده الرن لما يحلو ويرجع يجيب كلين شيت وود عشان ضربات الجزاء ماشي، بس انا حتى لو الماتش صعب ممكن 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 خد بالك هو بيفنش برده الفرصه اللي بتجيله. فالفكره عند سيمبوس انت دلوقتي بقيت بتشوف انت عايز المهاجم اللي ينفجر برضه، كم مهاجمين رهيب يا جدعان، يعني كم مهاجمين اللي هو انا الناس اللي بتقش اللي عماله تعمل روتيشن من ده وتتوافق ويبقى عندها توفيق في الروتيشن يعني. اصعب حاجه في اللعبه دي يا جماعه ان انت تجيب اللعيب في الوقت المناسب بالزبط. وتخلص منه في الوقت المناسب بالظبط، هي دي الصعوبه، غير كده كل حاجه سهله. اروح على ساوثهامبتون، الراجل شفت بقى الراجل طفل المعجزه هارود بيلز نزل حط جون مع المنتخب امبارح، نزل بديل حط جون، اقسم بالله الواد ده جامد. طب والله مبارك ما حطش حاجه في حاجه، لا شفت انت اختيارك فاشل. والله الواد ده جامد، الواد ده جايب جامد والله يا جماعه زمان. هارود بيلز ده جايب لحد دلوقتي تقريبا جون في الدوري وجونين في الكاس وجون مع المنتخب، الواد ده رهيب يا جدعان من ساوثهامبتون. يعني انا قعدت اتاكد من الاسم ورحت شفت الجون والله إيه انت، هو لا مش اول مره يعملها على فكره، جايب جون في الكاس، جونين في الكاس، جونين. الواد ده على فكره متميز جدا، فمش هقول لك روح حياته، بس هو من افضل الاختيارات الرخيصه دي. كان لازم حاجه نقولها يعني، بس مش هنتكلم برضه عن ساوثهامبتون. شكرا بيخ بيخ مع احترام للناس اللي معاه ارشر ماشي. بالنسبه لتوتنهام يا جماعه انا عندي تعليق، بالنسبه لتوتنهام فهي فرقه انستيبل يعني، زعلتني بقى متزنه، تلاقي ماتش بتلعب حلو قوي وماتش مفيش فاهم. فانت لو عايز تراهن عليهم على اللونج تيرم انت وحظك، هتجيب اللعبه منهم والله لعبوا حلو، اللعيب ده هيكافئك، وارد جدا يلعبوا وحش زي ما حصلت قدام ابسوت وزي ما حصلت قدام كريستال بالاس زي ما شفناهم في الماتشين السنه دي. انا عايز اقول لك انا قعدت اعمل فيهم ماجستير والله عم سيمبوس، قعدت ابص على لا لا مش هتفهمهم. اصل انا مشكلتي يا جدعان انا معايا تشكيلتي سون وسولانكي الاثنين وانا مراهن عليهم، وانا كان معايا ماديسون وسولانكي برضه. انا حاليا في مأزق اللي هو ايه، اهو قرار جريء ابيع سون او سولانكي عشان الران ده رخم، ولا هما اللعيبه دي جامده وممكن يعملوا مفاجاه؟ انت كابو ادهم فسون بيعمل قدام اي حد كده كده ما بيعملش يا باشا، هو لعيب بريميوم هكمل بلون كتير معايا، بس سولانكي قريب قوي يا جدعان. بس الفكره ان الفرقه هتبقى من غير بنتانكور وهتبقى من غير روميرو بالظبط، هي دي المشكله يعني، هتوقع اكتر مما هي واقعه. فانت هتراهن بس على مردود هجوم زي ما ديك تقريبا فان دي فين لسه فان دي فين لسه انا عايز اقول لك الرام بقى عامل ازاي. مانشستر سيتي اوي ماتش المفروض على الورق بيجي جون، بيجي جوان. عارف انا مشكلتي مع توتنهام ايه؟ ان انا خايف ايه؟ ان الماتش يخلص 4-2 للسيتي مثلا، يخلص 2-1 لتوتنهام، بس اللي جايبين الجوان مين؟ جونسون اللي مش معايا وكولوزوفسكي اللي مش معايا. على فكره ده منطقي لان دول لعيبه برده جامدين والاجوان متوزعه، فهي المشكله ان عارف سوما مثلا عارف لو اللي انا متاكد ان اللي بينفجر في توتنهام هو سون كنت هكمل وعلى الله، بس مشكله ان انا مش ضامن ان سون وسلانكي هم اللي بيجيبوا الاجوان، دي مشكله في فريقي. ولسه هنتكلم في افكار الانتقالات بالظبط، ما خاربها يا عم، جاب جون امبارح مع المنتخب ضربه جزاء برده. الران سيتي ماتش صعب قوي، فولهام ماتش هوم صعب بس صعب ماشي، بورنموث قوي صعب جدا، تشيلسي هوم ديربي صعب، ساوثهامبتون قوي يعني ممكن استنى بقى عشان ساوثهامبتون قوي دي بعد كده اصبر عشان بقى اربع ماتشات دول، وبعد كده ليفربول هوم، بعد كده نوتنجهام قوي ماتش بصراحه الران رخم. تصدق انا بدات افكر بيها الفكره في توتنهام يا ابو ادهم ان هو عادي ما تبصش على الفرق اللي بيلعبوها، هم كده كده بينزلوا بيهجموا فممكن يخطفوا اي حاجه بالظبط. ما انا بقول كده يعني، على الاقل مش اولويه، بس ما تعرفش جاي منين يعني، انت كنت مغطي بسولانكي وسون وانا مغطي بسولانكي وماديسون، واللي جاب الجول في الاخر بنتنكور واسيست بيدرو بورو، اسيست بيدرو بورو ما تعرفش. طيب نخش بعد كده على ويست هام، في رايي فابيانيسكي اختيار رخيص حلو، والله انا مش رايي في الفرقه دي اصلا، تعمل بيه روتيشن مع حد تاني، ايه الفرقه اللي ودتنا في ده؟ كل ما تلاعب حد تنزلنا في الترتيب، لا فابيانيسكي جاب لسه نقط، تلبس 3 4 اجوان بس هقول لك حاجه، جاب 9 نقط مع ان ايفرتون اكتر فريق شايط في الجوله ال 11، ما هو جاب 9 نقط بس ازاي؟ بس انا هقول لك حاجه، الران اللي جاي مغري اغراء. ايوه بس مغري بالنسبه لمين بقى؟ مين العنصر اللي هنجيبه من الفرقه؟ فابيانيسكي والله بجد، ما هو كده كده فابيانيسكي معانا كلنا، لا مش مع كل الناس، في معاه ناس على فكره ما بدأتش، ايوه بس مش هروح اجيب انت بقى فابيانيسكي بقى، لا وما زلت شايف بوين جاب جون مع المنتخب امبارح، الواد جامد، فريق معلومه تيجي بصراحه حاجه فضيحه. طب تعالى نعقلها،
ليستر اوي ماتش بول ممكن يعمل حاجه، وولفرهامبتون هوم ممكن يعمل حاجه جدا. نيوكاسل وارسنال بقى قبلهم دول ممكن ويست هام هتركب الشلاحات فاهم في نيوكاسل وارسنال. اه ده حقيقه انا بفكر بعد كده ماشي هفكر من اول ليستر من اول الجوله 14 ممكن ما اكملش لحد نيجي الماتش بتاع ليستر ده بس ستيل انا لو معايا بوين انا هحتفظ بيه لان انا مش هروح ابيعه وبعدين افكر فيه بالجوله 14 لكن لو مش معايا انا مش هروح اجيب. انما فابيانسكي مع حد روتيشن يعني انا مثلا واحد من الناس بفكر بعد كده ادخل مثلا في فرقتي فيربروخن فانا هعمل روتيشن بين الاثنين. انت لو انت عايز تكمل بوين وهو اللعيب المفضل عندك عادي يا عم هات هات برونو مكانه ماتش على الاقل ماتشين دول ورجعه تاني بالظبط من يومه عادي. نخش على الفرقه المعجزه وولفرهامبتون اخير الدوري الذي لا يستحق ان يكون اخير الدوري. طيب وولفرهامبتون باختصار يا جماعه الرن بتاعه مخدر بس انا عايز اقول لك حاجه الرن مش الاخضر اللي انت متخيله. ليه؟ وجهه نظري دي ستيل وولفرهامبتون يعني انت مش دي مثلا السيتي فانت شايف الحاجات خضراء. انا مش فاهم هي خضراء بامارة ايه اذا كان هم اقل. طيب فولهام قوي ده ماتش سهل والله العظيم ممكن كونيا ولارسون وكلهم يبلانكو عادي. بورنموث هوم ماتش سهل ممكن يبقى مراجيح وجون من هنا ومن هنا بس ممكن يبقى ماتش رخم. بورنموث قوي دفاعيا. ايفرتون قوي ده ماتش سهل والله العظيم ماتش رخم تمام. تيجي بعد كده ويست هام قوي ممكن ابسويتش هوم ممكن. فعايز اقول لك ان الران تريكي بالنسبه لمستوى وولفرهامبتون عندهم ابسويتش وليستر ورا بعض برضه. ما هو كونيا بقى دلوقتي هو الوقت كونيا ده هو من اول واستهام بصراحه يعني من اول واستهام. انا فعلا في خطتي انا متارجت كونيا في من اول واستهام لان انا الثلاث ماتشات دول انا شايفهم من وجهه نظري ضلمه. مش ضلمه بمعنى مش هيحصل حاجه بس اللي هو مش وولفرهامبتون. انت مثلا معاك ايه نفترض انت معاك لارسون وانا معايا كونيا انت معاك كونيا وانا معايا لارسون لو جه جون واحد من الاثنين هيبقى بس يعني. كونيا ما قصرش لحد دلوقتي ابو ادهم لا هو في اخر ثلاث ماتشات اربع مساهمات يا جماعه انا الراجل شغال برضه. انا الوحيد اللي اجيبه وارميه في الران ده وانا عندي ثقه انه هيجيب لي حاجه هو كونيا عشان هو لعيب حريف يا جماعه بالظبط. اصل خد بالك ضربات الجزاء غالبا مش هو اللي هيشوطها لان سرابيا اللي هيشوط تمام احنا متفقين تمام الا بقى لو سرابيا مش في الملعب بس هو كده لعيب حريف بيرفع الركنيات. خد بالك هو بيلعب اصلا متاخر عن لارسن وهو اللي بيحط الاجوال بصراحه. لا بس عايز اقول لك ارقامه مش اقوى حاجه الفرقه ارقامها مش اقوى حاجه بس اللعيب جامد. وعايز اقول لك برده ملحوظه المدرب ما بيتكلمش عليه احسن حاجه يعني مش بيشكر فيه زي ما انت متخيل يعني. مين تاني؟ آيت نوري ولو ان هو ممكن يتوقف في اي وقت اختيار كويس. انت جايب مدافع اللي هو عباره عن مهاجم انت راميه هو ورزقه بقى جاب كلين شيب بالصدفه زي ساوثهامبتون قشطه ومش هتحصل. جاب مردود هجومي والراجل اوريدي جاب وبيعرف يجيب لانه متقدم جدا في الملعب فهو اختيار حلو جدا انك ترميه بس انت ورزقك ان انت بتراهن على واحد بيلعب متقدم في الهجوم. ده باختصار يعني الافكار اللي كنا عايزين نتكلم عليها والنصايح للجوله الجايه. قبل ما نختم الحلقه ما تنساش تشترك معانا في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس دي عشان تصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار كنا في الكومنتات هنجاوبك وسلام. ادينا حاجه يا اخي حرام عليك حرام عليك وهي ايه ضربه جزاء ضربه